مقتل طفل جراء قصف صاروخي لقوات النظام على بلدة كفر حمراء بريف حلب الشمالي. الراتل التركي المستقر في منطقة الطريق الدولي جنوب معرة نعمان بريف إدلب يبدأ بتجشيم الأراضي الزراعية المحيطة به وينشر سلاحه الثقيل في أكثر من جهة. المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس تطالب نظام الأسد وحلفائه بالعودة فورا لوقف إطلاق النار في إدلب، وتصف الغارة الجوية على القافلة التركية بأنها استمرار للهجمات الوحشية. الأمم المتحدة ترسل 30 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى المدنيين في محافظة إدلب. سقوط قتلى وجرحى في مواجهات بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة اليمنية في أبيان جنوبي اليمن. رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يقول إن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 من شهر تشرين الأول. انخفاض جديد في سعر صرف الليرة السورية لتسجل 622 للدولار و689 أمام اليورو و109 ليرات أمام الليرة التركية.